قال حاكم منطقة بيسكوف الروسية ميخائيل فيدرنيكوف إن انفجارا في المنطقة الواقعة قرب الحدود، أن هناك انفجار وقع بالقرب من الحدود مع روسيا البيضاء، وقد ألحق أضرارا بمبنى إداري تابع لخط أنابيب. وأضاف حاكم بيسكوف إن الهجوم الذي شنته مسيرتان استهدف محطة لتكرير النفط في المقاطعة، لكنه لم يسفر عن سقوط قتلى أو جرحى. عبر سكايب من مدينة بيسكوف التي شهدت الهجوم ينضم إلينا الأكاديمي والباحث السياسي محمود الأفندي. سيد محمود، أهلا بك. إذن تعود هذه المنطقة إلى الواجهة من جديد من خلال الإعلان عن انفجار وقع في القرب أو بالقرب من الحدود مع روسيا البيضاء، وأسفر عن أضرار بمبنى إداري تابع لخط الأنابيب. لماذا الآن تعود هذه المنطقة إلى الواجهة بعد التصعيد الذي شهدته مناطق مثل بخموت والعاصمة كييف؟ أول شيء يسعد أوقاتك سيدي الكريم والأخوة المشاهدين. طبعا مدينة بيسكوف هي مدينة ولكن ريفها كبير جدا، يمتد من الحدود الإستونية وحد الحدود الروسية. حسب الأخبار اللي تأتي الآن تباعا من وسائل الإعلام الروسية ووسائل التابعة للحكومة الروسية، أن هناك استهداف كان لخط الأنابيب النفط الروسية. هذا أمر جدا خطير، وخصوصا هذه المنطقة بعيدة جدا عن ما يسمى منطقة الصراع الروسي الأوكراني، يعني بحاجة كيف وصلت هذه المسيرات إلى هذه المنطقة؟ هذا لغز كبير. هل أطلقت من مناطق قريبة من بيسكوف هذا شيء، أو يمكن أن أتت بمساعده من دول؟ لان اعتقد انه منطقه بيسكوف لها حدود مع استونيا، اطلقت من طرف الاتحاد الاوروبي. كيف وصلت اذا هذه المسيرات؟ هذا لغز كبير حتى الان لم توضحه وسائل الاعلام ولم توضحه وزاره الدفاع. المهم ان كل هذا الان الذي يجري الان في روسيا من حوالي 3 ايام كان في اقتحام لريف بلغراد الروسيه عن طريق قوى خاضعه للقوات الاوكرانيه، والان نرى يعني استهداف البنية التحتية الروسية والبنية النفطية في منطقة بعيدة جدا عن العملية العسكرية. هذا يعني أن العملية العسكرية الأوكرانية بدأت فعليا بزيادة التصعيد. هذا أمر مهم جدا، ونقل المواجهة ربما إلى الداخل الروسي سيد محمود بعد طبعا استهداف بولغرود طبعا والآن بيسكوف. طبعا هم يريدون مواجهة، ولكن المشكلة الآن تكمن الولايات المتحدة الأمريكية غير راضية جدا عن هذا الهجومات. هي أعطت الأسلحة وأعطت الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة حتى لا تهاجم العمق الروسي. السؤال كان يدور حول القرب، الآن الطائرات المسيرة تستخدم داخل روسيا. طبعا هي لم تؤدي إلى يعني أذى أو أذى بشري لم تؤدي، ولكن هذا ما يسمى إنذار خطير أن يمكن الصراع أن يتصعد الآن. وكيف الولايات المتحدة الأمريكية التي أخذت هل من الممكن أن أخذت تقوم ضمانات أوكرانيا لعدم سيد محمود تفضل. بهذا الهجوم أو بالأحرى بهذين الهجومين سواء في بلغرود والآن في بيسكوف بمنأى عن موافقة الولايات المتحدة أو إعطاء ضوء أخضر من حلف الناتو والولايات المتحدة برأيك؟ شوفي سيدتي الكريمه، في لغز هون الان يكمن انه في اختفاء قائد القوات الاوكرانيه زالوجني حتى الان من 2 مايو، حتى الان غير موجود. هل هو مصاب؟ هل هو معتقل؟ هل هو تحت الاقامه الجبريه؟ لا احد يعلم. ولكن من الواضح من تصريحات جو كيربي البارحه كانت واضح ان امريكا غير راضيه عن الاداء الاوكراني في العمليه المعاكسه. هي قالت عده مرات عدم استهداف العمق الروسي هذا سيؤدي الى زياده تصعيد في اوكرانيا، ويمكن ان يحصل دمار كبير في هذه المنطقه. لذلك الولايات المتحده الامريكيه لا تريد اصابه العمق الروسي. انا هون اعتقد انه في خلافات ان بالفعل اوكرانيا تقوم بهذه العمليات خارج اراده الولايات المتحده الامريكيه، يعني نرى جيدا ان حتى بريطانيا الداعم الاول لاوكرانيا كان دائما تاخذ ضمانات عدم استخدام الاسلحه اللي تعطى داخل الاراضي الروسيه. طبعا نعلم ان القرم تعتبرها الدول الغربيه اراضي اوكرانيه، ولكن الهجوم ليس في القرم، الهجوم في بيسكوف الان موجود يعني عن موسكو 700 كيلو. تصوري يبقى تصوري عن كيف البعد ما هو قدر. فانا برايي ان بدات الجيش الاوكراني او القياده الاوكرانيه بدات بالخروج عن طاعه الولايات المتحده الامريكيه، ونفس الوقت تريد ان تغير الواجهه داخل اوكرانيا، داخل اوكرانيا بعد خساره باخموت، لانه باخموت كانت مدينه مهمه جدا بالنسبه
كأيديولوجية وكعسكرية وكاستراتيجية، هي نعم أكبر. يعني حسب تصريح السيناتور الأمريكي ريتشارد بيرج، سيناتور فيرجينيا السابق، قال هي أكبر المعارك اللي حصلت في أوروبا منذ نعم طيب سيد نهاية الحرب محمود، العالمية هذا الثانية. التغير في هذا يعني أن هناك تغيير وجهات النظر، نعم هو عبارة عن تغيير وجهات النظر إلى هذه المنطقة. هذا التغيير في الاستراتيجية العسكرية الأوكرانية وفق قولك، والتي لا يبدو بأنها تلقى قبولا من الأطراف الغربية المؤيدة لأوكرانيا، كيف يمكن أن تغير من استراتيجية روسيا الآن؟ رد الفعل الروسي على هذه الخطة، هل سنرى تغييرا في الاستراتيجية العسكرية الروسية في المقابل؟ الروسي دائما نوعا ما يتخذ، يعني يصبرون الان ليروا من اين اتت هذه الطائرات المسيره وكيف حصل الهجوم. وبعد، انا في رايي اذا تم بالفعل ان اطلاق وراء اوكرانيا او ليس عمليات تخريبيه، يمكن ان نرى رد فعل كبير جدا. لان الان باي معنى هذه رد العمليه، الفعل هذا؟ رد الفعل عن طريق القصف. يعني نعلم جدا ان روسيا عده مرات حتى الان لم ترد على هجوم الكرملين. يعني نحن ننتظر ضد الهجوم الكرملي. الان روسيا عده مرات قالت وزاره الدفاع اي ان استخدام للعمق الروسي لاسلحه، روسيا ستضرب مراكز القرار الاوكرانيه. ما هي مراكز القرار؟ وزاره الدفاع، قياده الاركان، القصر الجمهوري، مبنى وزاره الداخليه، مبنى البرلمان الاوكراني. يعني سيؤدي فعليا الى دمار ما يسمى البنيه التحتيه، ما يسمى القياديه في اوكرانيا، في مدينه كييف او يمكن في مدن اخرى. هذا سيرفع التصعيد الى اعلى مستوى. هذا يؤدي فعليا، انه كان يؤدي فعليا الى تصادم مباشر في المستقبل بين حلف الناتو وروسيا، لانه يعني التصعيد سيقابل تصعيد للطرف الغربي. نعم. هذا امر مهم جدا. يعني يمكن ان يكون الان اوروبا تطالب، الان اسمع الان بعض التصريحات الاوروبيه تطالب بضبط النفس. والمشكله الان ضبط النفس اذا تم بعد هجوم على بسكوف اليوم، هذا يمكن ان يحصل انفجار، يعني ما يسمى تصعيد كبير من طرف روسيا. نعم. الان يعني نعم. الان سننتظر اليوم ونرى ما يحصل غدا. ولكن انا ضد الفعل، انا في رايي ستكون ضد. وبالطبع يمكن ان ننتظر كما ذكرت بيان مفصل حول ما جرى من وزاره الدفاع الروسيه. نعم. شكرا شكرا جزيلا لك الاكاديمي والباحث السياسي محمود الافندي من مدينه بسكوف.